بكم جميعا في عظيمة الفن للقاء والألوان لمبدعه مراد بن كيلان الفنان المتميز. هذا زقاق الالوان اللي كنعرضوا فيه اللوحات والابداع ديال مراد بن كيلان اللي كيدخل في اطار مهرجان صيف طنجه اللي كتمثل مؤسسه طنجه للاعمال للعمل التربوي والاجتماعي والرياضي اللي قامت بمجموعه الاعمال فعليه رياضيه ثقافيه ندوات فكريه واليوم سهرة فنية كذلك ديال المواهب ديال المدينة. واليوم مع الفنان مراد بن كيلان اللي تحفنا بهذا المعرض هذا. حاولنا هذا المعرض نخرجوا للشارع العام باش نحسوا أهمية الفن التشكيلي والدور ديالو في التعبير عن مجموعة ديال الأمور اللي كتنتهي في الإنسان. كذلك هذا المعرض هذا كيجسد واحد الواقع واخا انا غنخلي السيد الكريم غيشرح هذا الشيء ولكن غادي نعلمو على شي شويه كيجمع الابداع ديال الماضي والحاضر ديال مدينه طنجه وكذلك هناك واحد مجموعه ديال اللوحات فنيه اللي غنخلي السيد مراد بن كيلان هو اللي يشرح لنا العمل ديالو. مشكورا وتحيه لكم جميعا وكنشكر الحضور الكريم خاصه السيد اللي جاو من الداخله الى مدينه طنجه والطلبة ديال اليوم ان شاء الله محلول لكم محلول. قلنا بيفور كانت انايا University of Columbia. Yes, they've been here. Yes, no. The women's basketball team. Yes. At the university, they were here. Wow. Yeah, they played there. Today. You are here. It's good. Yeah. Jamie, thank you for the university students. I'm very glad and proud of being here. I'm very happy to meet you here. شكرا لوجود نيرة الضيوف كل حد في ديالو كل حد في المنطقة ديالو سي جمال السويسي اللي هو بروديوسر جمال السويسي از بروديوسر از هير از موفي ميكر وي هاف بيبل فروم ذا بوليس ديبارتمنت وي هاف بيبل فروم اول اوفر ذا بليس اوفيشالز سو ثانك يو فور كامينج شكرا لحضور الجميع. بالنسبة للمعرض هو عبارة عن معرض فور اكزيبيشن از ان اكزيبيشن كولد كولاج عبارة عن قص ولص الأصابع المقص عبارة عن 15 لوحة 15 painting outside حاولنا باش الفن يخرج بالشارع باش مابقاش يعني فقط في القاعات. We have been trying to make sure that the arts, our art comes in, you know, out into the streets because we want all people visiting Tangier, national level and foreigners to meet the world of arts. حاولنا باش الفن هذا باش يستعمل في طنجه والسائح وحتى الانسان اللي تريدو يمر امام دار الشباب اللي اصبحت جوهر دار الشباب. بالمناسبه انا كنت نتمنى نشكر سي عبد الواحد زيبو المقاعي سي عبد الواحد هو هنايا سي عبد الواحد زيبو كنشكرو لان هذا المشروع كبير المعلمه اصبحت مركز ثقافي اشعاعي. ما يمكن أن نقول هو أن مرحبا بكم جميعا الآن نفتتح المعرض باستغراق المعرض سيبقى إن شاء الله سيدخل داخل القاعة ويبقى لمدة 10 أيام. شكرا جزيلا لكم. شكرا مدير الحجامية جامعة نيويورك الجامعة الأمريكية بطنجة. هذا المعرض بشراكة مع مؤسسة طنجة الكبرى للأعمال الفنية والثقافية والاجتماعية وكذلك مع مؤسسة الفرجة ومع جامعة نيو إنجلاند بطنجة. المعرض عبارة عن 15 لوحة والتقنية هي قطع ولصق، يعني عبارة عن لوحات تتأرخ ذاكرة مؤسسة الفرجة وكذلك ذاكرة طنجة. حاولنا باش المعرض يكون خارج القاعة حتى تستنى الزائر من طنجة وكذلك الزائر الأجنبي باش يمكن له يتعرف على الفن في المغرب. شكرا.